هلا والله، ايه الاخبار؟ انا صاحي من بدري، انا بس عايزه اقول لكم حاجه اول كده استفتاحا. انا صاحي من بدري علشان اعرف اصور انترو محترمه، ولكن الانسان في الاول وفي الاخر، استنوا كده، مش عارفه ليه الدنيا ما بتظبطش وبطلع برضو متاخر، مش متاخر قوي يعني، بس ما عليه. النهارده يوم مهم. نوران عندها النهارده 29/4، نوران هتناقش مشروع التخرج بتاعها او هتعمل مشروع التخرج، هتعرضه يعني، فهي عزمانه. وكان عندي النيه والنيه لله ان انا بس البس ايه، طبعا مش هعمل لكم اوتفيت شيك دلوقتي عشان ما اوصل بقى لسه. كانت نيتي يعني ان انا البس بس الشنطه الكروس، ولكن انا ما اقدرش اطلع من غيرها بجد. كان نفسي بس البس الكروس، انا مش عارفه هي الطرحه لايقه مع الشنطه ولا لا، بس احنا يعني في ازمه دلوقتي، مش مشكله، مش مشكلتنا. انا قلت لها بقى ان انا جايبه لها ايه، روب التخرج معايا، حرفيا الشنطه ديت مش شايله حاجه، فانا حاطه بقى الروب هنا ومش عارفه والباور بانك والمحفظه، هو ده اخر الشنطه اللي شايله. عندي كونتنت حريقه بجد، عقبال ما اعرف انزله كله. كنت بشتغل امبارح على فيديو رمضان متاخر، وهخلصه ان شاء الله، واعمل فيديو اسكندريه وانزله، وهيبقى كمان في الفيديو ده بتاع نوران. ف ليتس جو بقى، خلينا نحضر مناقشه البنوته. تاخد معايا هيلز، بس انا بصراحه مش حاسه ان انا هبقى فايقه ان انا اقعد اغير الشوز والبس هيلز وكده، ف لا. في كمان حاجه كنت عايزه اقولها، ان يعني انا عندي عاده كده ان انا الناس القريبه مني او اللي انا بحبهم، بحب ان هم كمان يبقوا مميزين. ف قررت يعني اوثق اليوم ده لنوران، وانا فخوره بجد ومبسوطه بيها قوي ان هي يعني وصلت للمرحله دي، وكنت معاها طول السنه وشاهده يعني على السقطات مش سقطات يعني، شاهده على الاوقات اللي كانت بتمر بيها والحاجات دي. والنهارده رايحين نحضر العرض بتاعها. ف قبل ما اطلع بس هروح يعني قبل ما اروح الجامعه وكده، هعدي على اختي في الشغل اوريها الاوتفيت، علشان بقى انا مش عارفه يعني هعرف اشوفها بعد كده، ومش عايزه بس اوريها في الصور يعني، فاروح اخد رايها واطلع بقى. خلاص بقى، خلاص همشي. ف ليتس جو. اوكي الحمد لله وصلت الجامعة. ما بحبش حد كده وانا ماشية يقوم بحلق فيا جامد عشان انا ماسكة التليفون وبصور. وطبعا الحمد لله من المواصلات الطرحة كانت بايظة وكله كان بايظ والقميص كرمش، فالحمد لله يعني قدر ولطف. مستنية نوران بقى تيجي علشان نروح عندها المبنى ونحضر. اوكي مش راضيين يدخلونا بالبالونات في الجامعه، ف ولكن ان شاء الله ان شاء الله الوضع هيبقى تحت السيطره. معنا الخريجه مشغوله. اصبري انا جايه دلوقتي. استني قولي ايه احساسك قبل ما تخشي تناقشي. يلا اوكي لايف ابديت. يعني باقي 5 دقايق على بال ما البنوته تدخل تعرض البرزنتيشن بتاعها. واستنى البنوته جايه، تحبي تقولي ايه؟ يلا تعالي يا نور، تعالي يا نور عشان تحاسب. ايه شعورك؟ ايه شعوركم؟ خطير خطير. اوكي متحمسه باين عليها الحماس. يلا هندخل. لا يلا يا نور برزنتي. انا راجعه دلوقتي. يلا يلا عشان تتصوري. هم حرفيًا اتصوروا زي 7500 مليون صورة، ويعني التليفون خلاص مات. صور يلا يلا صور.
ولسه دلوقتي عندهم طاقه ان هم يعملوا تيك توك فيديو تيك توك فيديوز. انت بصلي يلا يا الله ما بيخلصوش بجد قسما بالله ما بيخلصوش بجد. بس هي مش قادره تقوم. احب اشكر يا الله زميلتي واصحابي. اشكر نونو. احب اشكر نونو. احب اشكر نونو. ايوه احنا جروب النونوهات. دينو رانا نونو برضو نور ودينو رهان. مش عارفه هل مكتوب عليا وعليكم ان انا ابدا الانترو بتاعتي كل مره من نفس المكان؟ مش عارفه بصراحه، ولكن ويلكم تو داي ان ماي لايف. الجو النهارده رائع رائع جدا بصراحه، وجه الصبح كده تلج لدرجه ان انا قمت قفلت المروحه. دي حاجه رائعه، انا بحب الاجواء دي. طبعا لابسه شجر زي ما انتم شايفين، فالجو ربيع والدنيا بديع فعلا. النهاردة عندنا reading date. اتمنى بس انا ماخدتش كتاب معايا بصراحة عشان الكتاب هيجيلي. وبيكنيك، يعني هو بيكنيك وreading date. خلينا نشوف اليوم هيمشي ازاي. ودي من ضمن الحاجات بقى هقولكم على حاجة ان احنا بنرومانتسايز فيها الحياة. يعني لا انا مش طالعة اقرأ بس، لا كنت عايزه اقول بقى انه في حلقه بودكاست امبارح وانا على الانستغرام يعني وكده، فبشوف الستوريز فلقيت حلقه البودكاست دي حد عرضها وقال كانت بتقول انه لازم تسمعوا كلكم. الستوري اللي بعدها برضو لقيت نفس حلقه البودكاست، فقلت لو لقيت ستوري ثالثه عن نفس الموضوع ده هشوفها. الحقيقه والواقع انا ما شفتش غير 2 ستوري بس، لكن حلقه البودكاست دي فعلا انا هسمعها ان شاء الله. حتى جبت السماعة النهاردة معايا، العادي ما باخدش السماعات معايا، بس جبت السماعة عشان اسمعها في الطريق لاني ما بقيتش احب اقرا وانا في الطريق بصراحة. ليتس جو بقى بجد. اوكي انا كنت في البحوص، ما بحبش امشي وانا بتكلم حد يبص عليا، لكن I have to break the ice. المهم رحت جبت زيت خروع علشان شفت ان زيت الخروع بيقلل الالتهاب وبيدعم صحة الكبد، وفي ناس تعمل كمادات خروع وتقوم حطاها على الكبد عندها وده بيحسن من صحة الكبد، وكمان في ناس تستخدمه للكلى، حطه على الكلى كده دايركت. وانا كان عندي خروع بصراحة، كان عندي زيت خروع صغيرة كده، وكان ماما مرة يعني حصلت حاجة. المهم انا قعدت فترة مثلا قعدت 3 ايام ورا بعض احط لها زيت الخروع، فقالت لي ان رهان حاسة ان انا اتحسنت. فقلت والله طالما الموضوع بقى كده اروح اجيب زيت خروع ونعمل كمادات ونحطها على الكبد علشان نشوف بقى ندعم صحة الكبد عندنا والكلى وكل الحاجات الحلوة دي، ونحافظ اكتر على صحتنا شوية. انا رايحة الجامعة. على فكره انا عايزه اقول لك بس ان هم معجبين جدا بيك. او ماي جاد ثانك يو سو ماتش يا جماعه. لو دخلتي على الكومنتس بجد بيشكروا في الاداء بتاعك. اوه يو لوك سو كيوت. او ماي جاد ثانك يو سو ماتش يا جماعه بجد والله. انتظرونا اشكركم. طبعا احنا نزلنا التلات ونسينا خالص ان المكتبه بتبقى قافله التلات، ف حرفيا البيكنيك بتاعتنا ما عملناهاش وفضلنا قاعدين في الشارع. قعدنا شويه كده على النيل عند الكراسي اللي هي بتبقى موجوده، واستعرت من نوران كتاب موت صغير وبس دردشنا شويه وروحنا. اوكي يا اهلا وسهلا. 16 مايو الخميس، انا في وسط البلد
وانا طالعة من المترو، طبعا بغض النظر عن المترو كان عطلان، وانا معادي المفروض 9 وانا رايحة 10 وحاجة كده. هقول لكم دلوقتي كل مرة بفكر فيها ان انا خلاص بقيت عارفة طلعات محطة السادات بتفاجئ، اقسم بالله بجد بتفاجئ بمدى ان هي يعني في مخارج كتيرة، و تظن انك نجوت ولكن الموضوع بيبقى مختلف. يا رب. اوكي انا رايحه فين بقى؟ طبعا من زمان بصراحه ما جيتش وسط البلد، وحاسه ان هي يعني متجدده كتكوته. عايز اصور لكم. استنى، في النهارده ايفنت كده في الجريك كامبس، عشان بس تعرفوا ان انا باخدكم معايا في اماكن كتكوته. في ايفنت في الجريك كامبس وانا دخلت في التيم بتاع الميديا. فالمهم ان تيم الميديا المفروض يبقى 9 تقريبا علشان نقدر ننظم، لان انا كمان ما نزلتش الاربع، كانوا عاملين ميتنج الاربع. فقلت ايه بقى يعني خلاص هنزل وكده والامور هتبقى تمام ان شاء الله، بس المترو الحمد لله تعطل كومبليتلي، ماشي على قدم وساق. بس وسط البلد كانت كتكوت النهارده بصراحه، حلو قوي. على فكره والله يا جماعه حاسه ان يعني الكوميونتي رائع، صح والله بجد شكلهم يفتح النفس. والجريت كامبس كتكوت، يعني هما بيعرفوا يختاروا الاماكن. المره اللي فاتت كانت الاي او سي، والله كانت بجد كتكوته بصراحه، هي يعني مشوارها بعيد بس هي كانت كتكوته. الايفنت اسمه جو جرين، وانا يعني مش مخليه عن جهد ومطقمة مع الجو جرين بتاع الثيم بتاع الايفنت كله. معلش ما اقدرش اعدي الفيديو الا لما اعمل ريفليكشن. طيب في حد تاني كليات تانية موجودة؟ تربية قسم ايه؟ تربية تحتية وشرط المية والصرف. انا سبت بقى الايفنت بصراحه علشان يعني ايه العصر هيأذن، قرب يأذن، المفروض ان الواحد يصلي ما يضيعش اكتر من كده يعني كده تو ماتش. بس الجريك كامبس من جوه حاجه حلوه يعني بصراحه. انا مش عارفه هو اي حد يقدر يدخله ولا لا، ولا ازاي، ولا ايه الدنيا، عشان بس محدش يسالني. بس هو من جوه كوميونيتي مختلف، كومباوند كده لوحده. استني البلوزه بتاعتك خلاص بقى، يلا بقى كله خبط. مش عارفه هتبقوا سامعيني ولا لا، بس يعني خلاص خلصنا اليوم واكلنا الحمد لله. الاكل كان يعني كويس بصراحه، الكوميونتي رائع. هي دي اول مره انزل فالنتير اصلا، بس انا فرحت. بس هو حلو يعني بصراحه، اليوم كان تحفة. والجريك كامبس يعني مكان لذيذ انه حتى يديك طاقة ان انت تشتغل فيه ويبقى يومك كده معتدل وحلو، وهما كوميونيتي رائع. فانا كنت مبسوطة.